الصعاب كتير اكتر بياع الشمال كتير مفتاح الصعاب كتير اكتر طماع الشمال كتير فيهم لواح الدنيا ملعب احنا اللعيبة عالملعب في الدنيا الكسيبة نلعب ونكسب ما بنخسرش من غير ما ادفع فيها ضريبة فيا لعيبة مش مالكو طلعتو كسيبة اخدنا طرفة فوق نطين مش دايما ليكو ولا لينا صاحبت صاحبي عالمبدأ قالوا السبت هنا عالمبدأ عملت من اصل الناس كتير وكان جزتي كلام يحرق وكان جزتي كلام يحرق الواد صاحبت وقلت احمي من عيوب اعمل لنا ايه اخلصت له وعملت باصلي ما تمرش فيه الصحبة من غير كفاية خليط وشوش حاجات دايق الصحبة من غير كفاية خليط وشوش حاجات دايق واكد دماغ كله معدي شمالي من على مراي الدنيا سيما نتفرج بشر وشوش وبتهرج صاحبت صاحب جديد طاقة قلت اشوف يمكن ارتاح الناس بعتني متغاظة لما الطريق فتح بنجاح لما الطريق فتح بنجاح دخلت دخلت بنوم قلت اشوف جدع يوسف بالما المعروف دخلت على واحد مكسوف قال انا منك خايف خوف التاني قال معلش ظروف عشان خدعتك وانا ملوف عشان خدعتك وانا ملوف والتالت اللي عليه العين قال من ورا اصحابه الاتنين صحابه على بعض بتتباكس لو صاحبه شافهم بيقول فاكس وبكره همشي معاها وحاجز وبكره همشي معاها وحاجز يا عوض الله بقى المحروم ينزل يصطاد ويشاكي يلاقي نفسه في بيت معزوم على بنت حلوه تتاكل على بنت حلوه تتاكل والبنت زي الواد محرومه مش لاقيه لقمه ومال داخل فرض ولا حتى بإجبار الدنيا دايرة وبينا بتدور أخيرنا في الدنيا يا مغرور بتحب تمشي تشوف النور بعافية تمشي تقع مكسور كتير في زيك عملوا سور اتقصر الشوم كانوا سكور اتقل منهم طبعا شور العافية ضلمة طريق محفور لأي حد عايش الدور اسمع كلامنا تحس بلفة عجبك كلامنا ده نقش سطور عجبك كلامنا ده نقش سطور دخلت بيتنا قالوا من فوق طلعت نمت تعبت ظروف صحيت وفقت واحد مالوف طب اللي حصل قلت اشوف قدامي ناس رفعنا سيوف دي حرب ولا ده في مولوتوف على بابي ولعة الدنيا تسوف طلعت قلت اما تأكد عالدنيا لازم عيني تشوف طلعت قلت اما تأكد عالدنيا لازم عيني تشوف لقيت جدع ماسك مولوتوف قلبها خناقة حدفها بخوف لو قلبه ميت جنبادي دخل وسد لكن الخوف دايما مسيطر على اشقية مش كله طبعا اثبت دية مبدأ قانون منطقة شعبية ساكنين في بيوتها حمال دولية ساكنين في بيوتها حمال دولية كتب كلامنا احمد المنسي خلنا الموضوع رمضان